اختتمت فعاليات الأسبوع الثاني للمعسكر الصيفي الذي يعد أحد الآليات التنفيذية التي تسهم في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، والتي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اشتملت الفعاليات على العديد من ورش العمل والمحاضرات والبرامج المتنوعة، حيث تضمن البرنامج محاضرة تعريفية للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالإضافة لورشة عمل أخرى بعنوان فن الخطابة، كما اشتمل البرنامج على محاضرة حول الوقاية من أضرار المواقع الإلكترونية بالإضافة إلى ورشة تدريبية حول تكنولوجيا الفضاء وسفراء الإبداع والتسويق الإبداعي وحلقة نقاشية حول سلامة الشباب وأخلاقيات الإنترنت.